السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يسعد لي اوقاتكم يا رب حبايب قلبي. ان شاء الله اليوم رح اقدم لكم حلى طيب كتير وسهل التحضير وعلى كفالتي. مكوناته موجودة بكل بيت. روشيب جوز الهند، يعني بيجي بمعنى انه صخور جوز الهند. وقبل ما نروح نشوف مع بعض المقادير وطريقة التحضير، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، ويلا خلينا نروح نشوف مع بعض. بالنسبة للمقادير اخواني، بدنا 170 جرام من السكر ما يعادل 17 معلقة كبيرة تبع طعام، وبدي 180 جرام من جوز الهند المبروش ما يعادل كاسير ونص من هذا الشكل، من هاي الكاسة. وبدي كمان 4 بياض بيض وظرف فانيليا. وهلا بنروح على طريقة التحضير اخواني. بنجيب طنجرة فيها مي تقريبا لهون تقريبا، ومنجيب يا ستانلس ستيل وعاء يا زاز مقاوم للحرارة، بنحطه مثل طريقة تدويب الشوكولا نفسها اللي أنا علمتكم إياها. بنحط فيها طبعا على نار وسط، هلا بشغل النار، بنحط فيها بسم الله 4 بياض بيض، وبنحط السكر، وبنحط ظرف الفانيليا، بسم الله، وبنشغل على نار وسط. وهلا بنبلش نحرك من دقيقة لمدة 4 دقائق على حسب. بس شفتوا انه اتماسكت معناتها بتكون نشحت، بتشيلوها من النار. رح ورجيكم شلون رح تصير شكلها. شوفوا شلون صارت اخواني بهذا الشكل. راح ذاب السكر، ذابت الفانيليا بهذا الشكل، هيك بتكون صارت جاهزة. شايفين كيف؟ طفيت انا طبعا، طفيت النار، وهلا رح نكمل ان شاء الله مع بعض. وهلا بعد ما طلعناها من الطنجرة، بناخد الجوز الهند اخواني 180 جرام، كاسير ونص تقريبا، بسم الله، بننزل جوز الهند وبنحرك. طبعا بنحرك بمعلقة او خشبة هيك، يعني بهذا الشكل. نحركها منيح وبرجع ان شاء الله برجيكم كيف رح تصير. وهلا حبايب قلبي مثل ما كنتم شايفين، طلعت معي شوية صغيرة مريئة، يعني ناقصة شوية جوز هند. طبعا بصير انكم تضيفوا جوز هند، بس سكر لا، نهائيا ما بتضيفوا سكر. انا رح اضيف شوية جوز هند لحتى حس انه صارت العجينة جاهزة ان شاء الله. شايفين كيف؟ ما بيأثر، يعني لو ضفتوا مرة مرتين جوز هند ما في مشكلة. رح اضيف ارجع كمان شوي، يعني رح تصير يعني تقريبا معلقتين لهلا صرت حاطيت. وطبعا نحن وعم نساويها، انا حطيت الفرن على 180 درجة لحتى يسخن. دائما اخواني قاعدة هامة، ما بتحطوا اي شيء بالفرن غير لحتى يكون حمي. هي شغلة مهمة كتير، ما بتحطوا الشغلة بعدين بتشغلوا الفرن عليها، غلط. أنا حطيت معلقتين بس زيادة، مثل ما وجدتكم بالفيديو، ما ضفت عليها أي شيء تاني، يعني ما ضفت بعدين عليها معلقتين جوز هند. شوفوا شلون كمشيت. هلا فينكم في عدة طرق. أنا جبت جاد بيريكس حطيت عليه ورق زبدة. فينكم تحطوها بهذا الشكل، يعني تعملوها هيك طابات، فينا نحطها هيك. وإذا بتحبوا نحن بنعمل بنحطها هيك طابة وبنعملها هيك من فوق شوي، يعني تقريبا هيك بهذا الشكل. تتفننوا فيها اللي بدكم اياه. طبعا انا رح اعملها بهذا الشكل طابات، ورح احطها كمان بطريقة تانية وبتصير اللي هي بالقالب. بس ديروا بالكم انه تعبوا للاخير، لانه هذا القلب اللي عندي كبير، بده يكون على قالب ميني صغير. ديروا بالكم تعبوه اكثر من هيك اخواني. لازم تكون ما تكون لازم ما تكون عالية، ما تقعدوا بتستوي بعدين من جوا. شايفين كيف بتعيروها بايدكم بعدين بتحطوها. ومثل ما كنتم شايفين انا عبيتها كلها ولحطها بالفرن لمدة 10 دقائق او ربع ساعة على حسب. بس تصير لونها ذهبي بكون طلعوها انتو على حسب الفرن اللي عندكم. طبعا انا هون ضفت عليها هيك اضافة
حطيت هيك لوز بتحطوا في السوق اللي بدكم اياه، وهدول تركتهم سادة وحطيت الباقي لحتى اورجيكم كذا موديل. هلا ان شاء الله رح احطها بالفرن وبس طلعها ان شاء الله ربع ساعة بيكون بنشوف النتيجة مع بعض بإذن الله. ومثل ما كنتم شايفين اخواني، اخذ معي 25 دقيقة بالفرن 180 درجة مئوية، ومثل ما طلع معي بهذا الشكل شكله كتير حلو ومذاقه احلى. في نقطة كتير مهمة، انه بس تطلعوا من الفرن لا تطلعوا دغري من القالب، ولا تشيلوه من ورق الزبدة دغري، خليه لحتى يبرد ربع ساعة بعدين شيلوه مشان ما يتفتفت معكم ويتكسر. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا إنه تحطوا لايك، شاركوا رابط القناة واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، وانتبهوا على حالكم وانتظروني فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.